سلام العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. المهم شوفوا خارجين، عرفت شي لابسين كلنا بيجاماتنا، ولكن يمكن الكمين في هاد الكواش حيت بدا يتحرك البرد في العشية. وخارجين دابا شادين الطريق، باغا نمشيو لحدا هاد الغابة ديالنا. كاينة هنا واحد الغابة قريبة لينا، كنمشيو لها برجلي. شوف راهم في القادة تهرمني هما، وعاجي فوج واحد خور مورانا، جاي واحد فوج خور مورانا. المهم غاديين بالمسمن وغاديين بالبغرير وغاديين بأتاي، بغا يعمروا ليه في الغويبه من واحد البركه والحصيره وكلشي كتعرفوا. نجمعوا تما ناكلوا كاسكروط، المهم كاسكروط يلاه نديرو ونعقلوا راسنا ونضحكوا شويه، بعدا كي نحيوا الذكريات ديال الغابه والباديه. المهم هنايا بنادم اللي كيجي للمغرب خاصو يستغل كل فرصه. يعني مثلا حنا كنا غناكلوا كاسكروط في الدار، قلنا لهم لا نخرجوا برا ونشربوا أتاي وناكلوا كاسكروط على برا. الجو زوين صراحه، كاين واحد شويه البرد ولكن كاين النسمه ديال الهواء زوينه نقيه. ايوا حنايا غاديين، الوالده غتجي في الطوموبيل حيت ما تقدش تزيد. حنا البنات اللي غاديين على رجلينا. شوفوا هذه هي الطريق ديال الغابه، راه الغابه فين كتبان. شوفوا ما شاء الله، شوفوا 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 السحاب كيبان، شي زوين. المهم حنا وصلنا للغابه. امين كتقلب على البلاط؟ هاي وحده، ورا جيب خايتك شويه شويه وحايده ضروري. خلي واش عرفتي الشجر فين البلاط؟ هادي الغابه البلاط، زبد كلشي داح. ها انت ما شاء الله، شوفوا شوفوا. ها قول لي البراد اتاي كي غيطلع في هاد الغابه؟ قول لي هاد القعده خدفعي عليها ما عرفتش شنو. شفتي من داك البلاط اللي كيكون كحل كيكون حلو كيكون سكر. بنت خالي جمعت لي البلاط وجابت ليها، شوفوا البلايط. ها انت الصينيه، ها انت شوفوا الصينيه اللي هانتو شو هالاجواء الغابة، وها براد اتاي، ها الملوي، ها البغرير، ها الحلوى، تما زيت العود والعسيلة، ها الخبز، هانتي هي تالزبدة بلدي باقا ما جبدوهاش، هانتو شوفو المقراج كيطيب ديال الماء. المهم رجعنا للدار، سالينا من الغابة، شربنا اتاي، شو كتشوفو الليل دابا. دابا غنمشي ان شاء الله، غنمشي لواحد الحانوت تا وحدانا، بغيت نجيب واحد جوج درهم ديال الفول. بغينا نصاوب واحد الفتات الشطبه، شوف الضو ما كاينش. المهم قبلوا على التصوير، الليل ما كتبينش الكاميرا خاص الاضاءه كتعرفوا. رجعنا من الحانوت، بصراحه ما عندوش الفول، قال لي ما عنديش، ولكن الوالده مسكينه حرفتني مشى هي لفتات الشطبه. نعاد شوفوا كتقلب، جبدت كاع الميكات اللي عند الكميسات خازنه فيهم، قالت لي نقلب لك بنتي نقدر نكون خازنه شويه الفول. المهم كتقلب جبد لنا ان شاء الله الفول. كتعرفوا فتات الشطبه زوينه، نشاركوها معكم ان شاء الله، ولكن اغلبيه كيديروها في الشتاء، في الشتاء والبرد. ملي كتكون الشتاء والبرد هي كتليق مزيان زوينه في الشتاء والبرد، ولكن حيت كجي انايا دابا كونجي وكتعرفوا ما جايش في البرد، جاي في الصيف، ولكن بالليل كتحرك البروده. دابا راه نديروها في الليل، ماشي مشكل ناكلوها في الليل. مني عرفتني مشاهيه قالت لي ماشي مشكل ناكلوها في الليل حتى تشطب معكم. هي كتقلب، مني غتجبد ان شاء الله الفول غنشاركوا معكم الطريقه ديال فتات الشطبه كيفاش كديرها الوالده، كديرها زوينه. هانتو يلا لقات واحد شويه الفول، المهم هذاك الفول اللي لقاتو يابس ولكن باقي ما بقشورو. يلا نمشيو نحيدو ليه القشور، نهار الفول كتعرفوا، ونحيدو ليه القشره الفوقانيه باش نطيبو ان شاء الله به الفتات الشطبه. حطيت شويه الحلبه وشويه العدس، المهم هذا نخدمو به نديه برا ونهرس. هاي بنت خالي بداتي المهمه، فرشنا شي حاجه من تحت كتعرفوا المراز، وبركنا ندقوا فيه، هي غدق وانا نقشر ليها، هي غدق وانا نقشر ليها. المهم هذه بنت خالي جاو عندنا تا هما بمناسبه الحفل اللي درنا، وبقاو معانا بقاو منسنا كتعرفوا البنات زوينه. ها هو حنايا معاونين عليه بالزربه نحيدوه باش نطيبوا العشاء ان شاء الله. المهم حنا كملنا الفويلات، بقى غير شويه هذاك. شوفوا ما شاء الله هادشي راه يقد، ها انتو وراه القشور ديالو فين جمعناه، ونوضو نحيدو من هنا باش نبداو ان شاء الله تبدا الوالده تنصب لينا فيه. المهم كتشوفوا الوالده عاونتها، حكيت لها مطيشه، حكيت لها البصيله، معاونه نيتها بنت خالي هي معانا. المهم كدور معنا في الكوزينه، قال لك كانت شي حاجه كتحيدها لنا، قالت لي الوالده غنوكلك فتات الشطبه ديال زمان كما كنتي كتاكليها بنتي عندي بينك هذه العواد، قالت لي غنطيب لك على العواد. المهم نخلي الوالده باش ما تمشيش تمحن برا، قلت لها انا نخرج نشعل العويدات وهي تكمل لنا التوجد. ما انتو غاديه ديال زمان ديال الاول، دابا راه ولات موضه واحد جديده اخرى، كيشدوا المقارونه كيشدوا دوك اش كيقول لهم الرولوات الفيسيات هذيك، كيدقوهم في المهراز وكيحطوهم في بلاصه فتات الشطبه، ما كيبغيوش يفتلوا الدقيق بحال هكا. حنا هادشي اللي كانت كدير لنا الوالده، كتفتل لنا الدقيق
وكترمي مع فتات شغبه كيجي زوين، كيجي زوين، كيجي بنين. ها انت دابا شديتها شويه الطحين حطيتو قرب ليا الكاميرا شويه هنايا القطريه، شويه الطحين ورشيت عليه مايه ديال الماء وبقيت كندير ليه هكذا هكا هو تحربل بوحدو ولا محربل. ها هي بحال هكا كنديروا ليه حنايا، عرفتي راه اش نقول لكم غنشهيكم في هذا الشيء البلدي. ملي حربلت الطحين كله غنغربلو بحال هكا باش هذاك الشيء الزائد كينزل لتحت كيبقى غير داك اللي محرتب فوق، اللي حباها ربع ديال الاخرى هو اللي كيبقى. شوف شفتي شفتي الطحين كيفاش كينزل. والدي راه وجدت الكاميله ديال العافيه، حيت كاين الكاميلات وداكشي ديال العواد بوحدهم والكاميله اللي ديال الكوزينه داكشي بوحدهم. المهم هذه كنستعملوا للعواد اختصاصي لهم. يلا غتبدا الوالده بسم الله. غادي بسم الله. السلام عليكم بنياتي وليداتي اللي في الغربه يصيبوا فتات الشطبه. ساهله الوليدات اللي في الغربه يصيبوا فتات الشطبه. هذه مطيشه ديال الحك والبصله والثومه، مطيشه البصله وتوما ان شاء الله وليدي غادي نصايبو دابا هادشي. هنا راه دايره فيها شويه الوالده شويه الخرقوم، كتعرفوا كنطيبوا بالخرقوم. المهم الخرقوم كما قالت لكم مطيشه الحك اها وتوما والبصله محكوكه. هذا الفول والعدس والحلبه، شويه شويه عشويه شويه الفول والعدس والحلبه. ايوا قويميله هي غطلع. هنا غنديروا شويه سكينجبير وشويه الملح. هذا الخرقوم البلدي، ها هو الخرقوم البلدي تا هو كيدار. ندير الماء يطيب ونروي هذا الكسكاس ان شاء الله غنديروا ليه بحال هكا ديال البرمه. وغادي ندير شويه ديال الزيت العود، ديال الزيت العود هنا دار شويه زيت العود هنايا في هذا باش ما تحلش العجائن. هذه عجينه طبيعيه غادي نبخروها مع نديروها تبخر مع في الكسكاس مع الفتات الشطبه. طيب الحلبه كطيب وهي كتبخر. ايه بالزربة انا كنشعلها، ما عرفوش علاش تكون هاي بالزربة غتشد. الله يسهل عندنا مشاركه مع الدار، يعني الدار على الصوت كنا كنديروا كريسيات هنا ونجلسوا حتى يطيب لنا العشاء على خاطر راه ما كاين ما احسن من الماكله ديال العواد. صحيه هاي تما العويل كي دابا وغنحطوا عليها البرايم. شوفوا بغيت نوريكم ودا هوبا، خلينا نوريهم ما نوريهمش. اول كادو مني جيت نزلت المغرب جات هوبا، جات معها واحد الصديقه ديالي جات لها قالت لي راه مني ما نسيتهاش ما نسيتكش. هذا هوبا جابت حتى الوالده كادو بصراحه وجابت للعروس نا كادو حتى هي. ها انت الكادو ديال الذهب، ها انت انت قرب لي شوف جابت لها طوينكات. حيد لك الطوينكات هادو الذهب نلبس كادو. قالت نحيد لك نلبسهم لك. هما كبيرين مازال شويه عليها، قلت خلي تتكبر ان شاء الله يولي عندها واحد العام هكاك اي طاحو اريو كبر ان شاء الله تولي عندها واحد العام هكاك ولا عامين وما لبستهم لها زوينين. ها الله يعطيها الخير. المهم كي تفكرتيني والله تفكرك الخير. ها هو الكادو اللي دارها. هايدي ذهب نبيعو ولا كذهب نبيعو شري وحدك كتقول لا بغيتي ماك شدي شدي يلا شدي راه ولات كتشد شدي شدي. المهم هي فتات الشطبه وجدات ما شاء الله زدنا فيها شويه الربيع راه كتشوفوا الربيع مطوق من الفوق. المهم دابا يلا غنمشي باش نحط الكاميرا باش نمشي ناكل ان شاء الله. المهم صباح الخير البنات كدايرين لاباس عليكم صحتكم بخير. ديما كنعس ما كنديرش يعني ما كنكملش الفيديو ليكم ماشي مشكل. انا الصباح ثاني يوم صباح جديد كتشوفوني يلا كيغاسله وجهي دايره واحد شويه الفراج وداك الشيء كدايره بالحاله شويه ويلا فايقين باغي نبداو نديرو بالفطور ان شاء الله. ومرتي خالي راه كتعجل لينا على الصباح كتعرفوا العجينه وداكشي اللي كيتقضى في الصباح كيبغيو يقضيو قبل من الفطور. قالت لينا مرتي خالي عطيني العجل انا نحيد لكم الخبز وان شاء الله نفطروا مجموعين صافي. بغاو يمشيو الضياف ما غاديش يبقاو، قلنا غنمشيو نديرو شي نهار ان شاء الله وغنمشيو لكازا نطلعو لكازا نشوفو ندورو على الحباب كاملين حيت عائلتنا كامله في كازا. قلنا ندورو عليهم دوره واحده يعني نهار نهار عاد الواحد سلة الرحيم وصافي حيت جاو عندنا وباقي خوالي في كازا باقي ما مشيت شفتهم.
حبايبي باش ننهي معكم هذا الفيديو، باغا نمشي نعوم ذهب فركها يومين هذه ما عامت، ونرد عاد داكشي نبدل ليها ونغسل ليها. المهم حبايبي نجي معكم نهايه الفيديو، نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده، ونتسناونا في فيديو قادم باذن الله، ومع السلامه حبايبي.